قبل كنت ديك الساعة في سيزيام كنت بغيت نتزوج ديك الساعة صافي وكان داك الشيء لا إرادي ما كنتش باغي ما كنتش قادرة نقول أنا ما بغيتش موراها بقيت راسي ما لقيتش شي حد معايا ولكن مع الوقت قبل ما نجي أصلا البروجي هادشي طرا ليا تبدلت لي الفكرة ديالي بقيت كنقول لا خديت أنا كلمة واحدة ما بدلتهاش وملي جات البروجي صور نسيت ديك الفكرة أصلا ونسيت داك الشيء اللي كان عندي المشكل تاعي قبل كان عندي مشكل في التواصل مع الناس وبالضبط السبب تاعه هو انني كنت كان عندي مشكل في النطق كنت مثلا نقدش جيت تغيرت فيا شحال من حاجه وليت كنعرف القيمه ديالي والصوت ديالي والطريق ديالي والحقوق ديالي وليت كنعرف كل شيء شي هضره ولا كنت ديزا في الشارع وهضر معايا شي واحد ولا تحرس بيا شي واحد ما كان ولكن ملي تعلمت فينا في بروجيكتور انني ما خاصنيش نخلي شي واحد يهين كرامتي ولا يطيح انا بغيت نقول ليه شي حاجه ما كنحسش اني تمشي نقولها لماما عاد نمشي نقولها ليه هو وفتحت لي القلب ديالها وليت نحس بواحد الانسان اخرى اللي ولات عندها جرأة ايجابيه يمكن شي واحد وندير طب الاسنان بغيت نفتح على العمل الجمعوي بحال بزنس وومن في المستقبل بغيت نكون صحفيه حاليا يعني في المستقبل القريب كيبان لي بانني خاصني هو الاول نقاد راسي يعني نعرف شكون انا ونقلب على ذاتي نحققها هو الاول